نزيف في المخ، يعني حاجة قوية جدا. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يعني يمر المحنة دي، واهله ربنا يصبرهم ويمروا كمان بالمحنة دي. معايا دلوقتي على التليفون الاستاذ مصطفى الشامي امين صندوق بلدية المحلة عشان اساله عن احمد السعدان. ازيك يا استاذ مصطفى؟ كابتن اسامه ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل اسره البرنامج. تحياتي ليك. طمنا على احمد السعداني. احمد السعداني من ولاد بلديه المحله، يعني بلديه المحله عملت ايه مع احمد السعداني خلال الفتره اللي فاتت؟ احنا طبعا حضرتك بتكلمني يمكن واحنا لسه من ساعه زمن بس كنت عند احمد في المستشفى. الحمد لله بطمن حضرتك عليه اولا طبعا، وبشكر حضرتك على اهتمامكم باحمد وبالموضوع، وبشكر الناس كلها اهتمت بيه. طبعا احنا قمنا بدورنا الطبيعي تجاه احمد، ابن من ابناء النادي، ويعني مش اول حاله طبعا بندعي له كلنا بالشفاء العاجل ان هو يسترد عافيته بسرعه ويرجع لمكانه احسن واقوى باذن الله من الاول. احنا معاه خطوه بخطوه، وكل اللي هو محتاجه الحمد لله موفرينه كالعاده، وباذن الله يرجع احسن من الاول وفي اسرع وقت ان شاء الله. الحاله وصلت ليه يا استاذ مصطفى؟ يعني حالته دلوقتي، هل هو محجوز دلوقتي في مستشفى في الرعايه؟ الظروف ايه؟ اخبارها ايه؟ هو احنا متابعين الحاله من يوم الاربع بالليل تقريبا. هو كان لما روح كان عنده مباراه، وبعد لما روح كانت حصلت له المشكله دي، ونقلناه على تم التواصل سريعا ونقلناه على مستشفى في طنطا. تمام. وهو قاعد في العنايه المركزه لحد ما الحاله استقرت الحمد لله النهارده، وبدا يبقى الاحسن والكلام احسن والحركه احسن بكتير. كويس. وكنا في اجتماع مع الدكاتره، واتفقنا ان احنا ان شاء الله باذن الله في خلال الساعات اللي جايه هننقله للقاهره باذن الله عشان يتلقى رعايه افضل وعلاج احسن، وباذن الله يرجع احسن من الاول ان شاء الله. سمعت ان هو محتاج يعني يتنقل معهد ناصر، في جهاز هناك في معهد ناصر هو محتاج يكون موجود على الجهاز ده. وهنا رسالتنا يعني برضو للمسؤولين في معهد ناصر، لو يعني سمعتوا نداءنا، ده ولد صغير وجات له مشكله كبيره، جلطه في المخ، يعني اتمنى يكون في تفاعل مع المسؤولين. احنا ان شاء الله على تواصل، احنا على تواصل معاهم. هو بس الموضوع هيتوقف ان هم يعملوا بكره كده اشعه معينه، هننقله بكره يعمل اشعه معينه ان شاء الله باذن الله كده على عضله القلب، تعرف نعرف ايه سر ورا الجلطه يعني اللي جت في المخ. وباذن الله يعني بعد ما نخلص التقرير هنديله على طول مباشره باذن الله. اكيد مش غريب على بلديه المحله استاذ مصطفى الشامي، يعني انه بيقفوا جنب اولادهم في بلديه المحله. وانت فرصه معانا استاذ مصطفى، طمنا بقى على قطاع الناشئين في بلديه المحله، خاصه يعني حلم الصعود بيراود دايما بلديه المحله. كان يعني السنة اللي فاتت أو اللي قبلها على ما أتذكر كان يا دوب خطوات بسيطة من الدوري الممتاز، لكن يعني ما كانش فيه توفيق. قطاع الناشئين السنة دي هل في اعتماد على قطاع الناشئين برضو للفريق الأول؟ إحنا طبعًا زي ما حضرتك بتقول بنبقى كل سنة بنبقى قريبين جدًا من الصعود، بقى لنا حوالي ثلاث أربع مواسم بنعاني من نفس الموضوع في اللحظات الأخيرة، يعني ربنا ما بيكتبش الصعود في الآخر. السنه دي احنا الحمد لله معانا الكابتن كرم جابر مدير فني، شخصيه محترمه جدا طبعا بيشتغل بفكره محترم، ومعانا قررنا السنه دي ان احنا نحافظ على القوام الاساسي للفرقه من السنه اللي فاتت، وده ما كانش بيحصل في السنين اللي قبل كده. وكمان اضفنا ليهم من ولاد النادي الناشئين، احنا عندنا خمسه من القوام الاساسي للفرقه من ولاد النادي من ناشئين النادي، نعتمد عليهم اعتماد كلي، وعندهم طبعا روح مختلفه وعندهم انتماء مختلف. طبعا حضرتك عارف الكلام ده كويس جدا، بيبقى الانتماء بيبقى في الملعب موضوع مختلف يعني. فباذن الله يعني يبقى ليهم دور مؤثر السنه دي في الصعود، وربنا يكتب الخير ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لبلديه المحله وحضرتك يا استاذ مصطفى، ونشوف ان شاء الله بلديه المحله تاني يعني عوده للدوري الممتاز ان شاء الله. شكرا شكرا. دي كانت